المشكل اللي كنعانوا منه هنايا مشكل ديال الطريق. هذه الطريق كتعتبر طريق رئيسيه من بين الدواوير اللي كدوز عليها. الطريق هذه كاين ملاد حم، كاين مناكب، كاين برواكا، كاين شليحات، كاين بزاف ديال الطرقان. ومن بين الطريق هذه هي الطريق كتعتبر طريق رئيسيه اللي كيمشيو عليها بزاف ديال الناس. ومن بين المشاكل اللي كنعانيو منها هنايا كاين كيف ما كتشوفنا الحفاري بزاف، وكاين مشكل ديال الواد فاش كطيح الشتا كيحملوه، كنوليو عندنا خوف على الاولاد ديالنا، ومشكل ديال المشكل اللي كنطالبوا به دابا حاليا هو انه تقاد هذه الطريق هذه. كنوجهوا هذا النداء هذا المسؤولين اللي متكلفين بهذا المجال، هذا المجال القروي هذا، انهم يقوموا بالواجب ديالهم كما هو في احسن وقت واحسن تنظيم ان شاء الله يا رب. احنا كنعانيو من هذا الطريق. انا العمر ديالي دابا تقريبا 36 سنه، والطريق كاع ما بغات تعدل، فهمتيني؟ لان الطريق كيعانيو منها ثلاثه الدواور، منهم دوار المناكب خاصه، والمجاهدين، وبرواقه، لانه وكاينه دواور اخرين، كاينه العداره، وكاين بوشارن، وكاينه شليحات وصحيصحات. راه حنا مضرر من الجهه ديال الطريق، وتا شي واحد ما دا فينا، حتى واحد ما شاف فينا. اقل ما يكون غير سبرديله لبستيها كتوسخ لك، وكنتمنى يشوفوا من حال هاد الطريق هذه. راه حنا كنعانيو، راه حنا مضرورين. ها انتما كتشوفوا السيارات كيفاش كيمروا عبر المياه. اخويا الطريق هذه راه حنا مكرصين فيها بزاف، و حتى حاجه ما كنستافدوا منها هنايا، بزاف د الحوايج هانتوما كتشوفوا بعينيكم، وهذه من عينه وعينه فيها حنا هكا مكرصه، شي حاجه ما كتصلح فيها مره. وزيد ولا الدراري غادي يقراو رباح، لا شي حاجه غادي تجينا رباح، فهمتي؟ بزاف ديال الحوايج الله يعديها بخير وصافي، وما كتسوقوناش، فهمتي؟ في الطريق هذه ما كتسوقوناش مره، جميع الطرق راه منصغبه فيما مشيتي، جميع البلايص كلهم تصغبوا فيهم الطريق. انت غير السيده انت كتشوفها، واز تقول دابا هذا كايدير. كيحتاجوا شي حاجه تسيما الياجور، بزاف د الحوايج، حتى شي حاجه ما كنستافدوا منها. وخصنا نشوفوا مع هاد الناس اللي يديروا لنا شي حاجه في هادشي هذا. حيت لا بقينا في غادي هادشي هذا راه ما غادي يكون عندنا حتى شي حاجه مره. فهمتيني؟ حتى شي حاجه ما غادا تكون، حتى شي حاجه ما غادي نصلحوها، حتى شي حاجه ما غادا تكون عندنا. ونطلبوا من ساي يديروا لنا شي حل. حنا واحد الدواوير اللي كنعانيو في صمت، كنعانيو في صمت، والصمت ديالنا ما كيعلم به الا الله عز وجل. حنا واحد الدواوير اللي كنعانيو بقسوة من الطريق. ما عندناش حنا خمسة ديال الدواور، منهم المناكب، منهم شليحات، منهم صحيصحات، منهم المجاهدين، منهم البرواقة. هذه الطريق الرئيسية اللي كتأدي للطريق الرئيسية رقم واحد، مع العلم على انها ما بعيداش من الطريق الرئيسيه رقم واحد ب على ما اظن 5 كيلومترات ولا ما غاداش تفوتها. حنا كنعانيو من الطريق، كنعانيو، كنوجهوا هذا النداء هذا للسيد عامل الاقليم والسيد رئيس الحكومه، لعل وعسى تكون شي مبادره على ود الطريق هذه. راه حنا كنعانيو في صمت، وما علم بنا الا الله عز وجل. فين هما هاد المسؤولين؟ فين هما هاد ما حنا في عصر ديال 2021، في عصر ديال 2021 والانسان يتم غادي في الطريق، راه عيب وعار عباد الله، راه عيب وعار. هذه ماشي طريق اللي يدوز عليها الانسان. واش حنا ما عندناش حق في حقوق الانسان؟ واش هاد حقوق الانسان هذه كتنشر غير عبر المواقع اللي بغيتو نتوما، غير عبر المواقع اللي بغاو المسؤولين؟ حنا هاد حقوق الانسان هذه اللي كنسمعوه، هاد حقوق الانسان اللي كنشوفو في المنشوره، وهاد هادشي هذا ما كنشوفو منه حتى شي حاجه بالنسبه لينا حنا كانسانيين. ما كنشوفو حتى شي حاجه من هادشي هذا. خوتنا كيمشيو يقراو في المدرسه، وكيف شتو الطريق مكرفصه بزاف، وفاش وعينا في هاد الطريق هذه مكرفصه. حنا بغينا الطريق هذا تعدل، حنا بقينا ولينا كنقاسيو كثير، ولينا كنمشيو، بغينا نمشيو غير انا مني وعيت فيها هكا تقريبا، وعندي واحد 12 عام 13 عام عرفتها هكا. كنمشيو بغينا نمشيو نتقهوى ولا شي حاجه، ما كنلقاوش منين ندوزو، الطريق مكرفصه بزاف صراحه. وكنوجهوا هذا النداء للعامل الاقليمي الرئيس ورئيس جماعه الزواده باش يصلح لنا الطريق هذه. ما كيفكر فينا حتى شي واحد، واخا كنصوتوا هذه حتى واحد ما كيفكر فينا هنايا، الطريق مكرفصه بزاف. وكنطلبوا بمسؤولين يشوفوا في الطريق هذه، الطريق راه مكرفصه. الاخوان المسؤولين، انا كناشدكم وكناشد السلطات المختصه باش تشوف حالنا وتشوف حال هذه الطريق هذه. حنا ثلاثه ديال الدواوير، مجاهدين ومناكب وبرواقه والمناكب على الاخص. المهم
هاد الطريق اللي كنعانيو منها راه كنعانيو منها بزاف. هي ما بعيداش على الطريق الوطنيه رقم واحد الا بواحد 4 كيلومتر، اكثر من 10000 ديال الساكنه اللي كاينه في هاد المنطقه هادي. والمده فاش كنعانيو حنايا راه تقريبا واحد 30 عام، وهاد الطريق هادي ما تعدلتش. ما فهمتش، حنا مظلومين بزاف. ما يعني اش غنقول لك، كل واحد راه كيعرف اللي عليه. يعني حنايا حنا كنعانيو في صمت، وكنطالبوا يعني بطريق تعدلنا الطريق. والمسؤولين راه هما كيشوفوا هذا الشيء، هذا كيشوفوا هذا الشيء، هذا وهذه المعاناه اللي كنعانيو.